اهلا ومرحبا بكم، انا الحادي حواري، ونلقي نظره سريعه على عناوين الاخبار لاي راديو اللي بيجيكم في يوم الليله. السلطات في دريبي تروين قال في 10 نفر ماتوا بسبب تلدغات بتاع الدبيب، و50 اخرين بيعانوا من نقص الادويه من الشهر الفات. القياده العسكريه في جوبا نكر ان تكون قوات ارتكبت فظايع في الشهر الفات بولايه بتاع الوحده وسط انتقادات من بعض المواطنين. الشرطة بينتظر نتائج بتاع تشريح جثة بتاع ضابط في جيش ومرة عمره 20 سنة لقوه ميتين في عربية في جوبا صباح يوم الاثنين. ووزير الإعلام طلب من مجتمعات بتاع الجنوبيين عشان يرجعوا للتقاليد القديمة المتمثلة في تربية الأطفال بشكل جماعي لمنعهم من النزول إلى الشوارع. شكرا للمتابعة.